السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة الخير. رجعنا لكم تاني مع فيديو جديد وموضوع جديد بعد غياب طويل جدا. يا جماعة الخير، رجعنا من جديد. تعرف يا جماعة، زمان أنا كل ما أجي أنقل من مكان لمكان جديد، كل ما أحاول إنه أفكر يعني مثلا أنتقل مكان جديد، أخلي المكان أنا ساكن فيه وأنقل مكان جديد، دائما كان في هاجس يجي في راسي إنه أنا وين حقدر أصور؟ هل حلاقي مكان مناسب؟ هل أقدر أواصل الفيديوهات اللي أنا قاعد أعملها؟ يعني الموضوع كان زي كأنه واحد عنده أسرة، ولما يجي ينقل من مكان لمكان يفكر في مليون سؤال: وين حسكن الأسرة حقتي؟ وين حاشتغل أنا؟ وين حأكلهم؟ وين حايش على البسط؟ كل حاجة دي بالضبط بالنسبة لي كانت القناة دي أو الشغل الفيديوهات ده، إنه أنا لازم كل ما أسافر مكان جديد لازم أشيل الهم ده. ومع الأسف سفرتي دي لما سافرت القروشة دي والجوطة دي ما قدرت أتفاداها، لأنه مكان جديد وين أصور؟ حاولت أطلع برا في الحديقة أصور، المشكلة برا كمان أحيانا يكون مطر، أحيانا يكون الجو المكان اللي قاعدين فيه ده غريب جدا، يعني الأجواء هنا كمان عندها مشكلة، يعني ملسوعة في مخها، صباح شمس ظهر مطر بالمسة تلاقي شو اسمه، فما بتلاقي يعني ما يكون مناسب حتى انك تصور برا، وجوه عشان ما تصور كمان يكون ما مناسب المكان. فبالتالي كنت في بعض المواضيع كثيرة يعني قاعد اشوف انا قاعد تمر، بس في نفس الوقت ما كنت قادر اصور. لكن حاليا ان شاء الله قاعد احاول باللي عندنا، حنحاول نرتب بعض الاشياء، ممكن المكان ده يمكن مكان تاني، لكن ان شاء الله حنحاول نستمر بقدر الامكان. ما اخفيكم سرا كمان، حاولت ان انا اخلي الموضوع، اقول تاني ما اعمل فيديوهات يعني كفايه خلاص يعني، بس ما اقدر يعني، زي الموضوع بقى زي مسؤوليه، لازم انا مسؤوليه في رقبتي. كل ما انزل صوره في السوشيال ميديا التعليقات كلها: بكر وينك مختفي؟ ليش ما قعدت تنزل؟ بتحس بتانيب ضمير، تحس كأن كده اولادك راميهم في الشارع وانت رايح تصيع، يعني ما قاعد تجيب خبرهم، ما مهتمين، بجد نفس الشعور، شعور تانيب الضمير، شعور بالتقصير. فبالتالي المهم حنحاول نعمل فيديوهات تاني باللي اقدر عليه، فاذا تاخرت انا اسف جدا جدا. على كل حال في الفيديو ده هعلق على بعض الاحداث او اثنين حدثين مهمين جدا حصلوا في الاشهر او في الشهر ده والشهر 8 اللي فات، وهو حدث كرنفال الوان اللي كان في ستوكهولم، وكمان ذكرى فاتح من سبتمبر اللي كانت في المانيا. فخلونا ندخل في الموضوع. خلونا نبدأ بألوان بما إنها كانت في شهر 8. يا جماعة الخير، أنا زمان كان عنده مقولة دائما أرددها، وهي إنه نحن كمجتمع عشان ننهض، عشان نمشي لقدام، لازم في حاجات نعملها. نهضة المجتمع أو أي مجتمع في العالم هي عبارة عن عجلة، عجلة. العجلة ده عشان تشتغل، عشان تبدأ بالدوران وتبدأ مفعولها، لازم في بعض الأشياء إحنا نعملها. الأشياء دي اللي هي مثلا في الجوانب السياسية والجوانب الرياضية والاقتصادية والفنية والاجتماعية، كل الحاجات دي لما نحن نركز فيها ونديها حقها ومستحقها ونركز فيها ونشتغل فيها، العجلة دي هتبدأ بالدوران. ما ممكن انت تركز في السياسة بس وتنسى الجوانب الاجتماعية والجوانب الفنية والجوانب الاقتصادية والجوانب التعليمية، ما حتقدر تمشي لقدام. لازم انت تحاول بقدر الامكان تعمل موازنة عشان العجلة تبدأ بالدوران ونحن كمجتمع نمشي لقدام. واحدة من اهم عوامل دوران العجلة دي كانت الجانب الفني اللي كان مفقود له سنين صراحة، خاصة ان احنا في اثرين قاعدين في المهجر. اريتريا خلوه على جنب، يعني داخل اريتريا احنا بعيد جدا عن سلطتنا وعن قدرتنا، احنا نتكلم عن مجتمع اريتري عايش في المهجر، بما انه ما احنا قليلين، كميات كبيرة، الاف من البشر موجودين برا ان لم يكن ملايين. فبالتالي احنا الجانب ده كنا مهملين جدا جدا، مع انه لو رجعت في التاريخ الاريتري في الثورة ايام الحرب كان فيه اهتمام بالجانب ده. ايش معنى نحن لما في الوقت هذا للدنيا كلها تسهلت لنا، احنا ما اهتمينا بالجانب ده. على كل حال، مجموعة ألوان عملوا جائزة سموها جائزة دبروم للإبداع الفني. جائزة دبروم دي هي كانت للدبروم الفنان التشكيلي دب محمود دبروم المقيم في لندن. لو كتبت في جوجل محمود دبروم حيطلع لك كل لوحاته الفنية ولوحاته التشكيلية حتلاقيها. فشاخدوا مجموعة ألوان، مجموعة من الشباب بقيادة الأخ فاقراي، عملوا مجموعة قال نحن ليش ما نعمل جائزة دبروم وندي جائزة لكل واحد نشوف انه والله عمل ابداعي ونديه الجائدة، دي تكون دعم وتحفيز. فدي صراحة اختيار كان في مكانه، لانه انت استخدمت اسم ممتاز جدا جدا عشان انه هو انت تعمل به جائزة، واسم براند انت في حد ذاته، زي كأنك انت عملت اوسكار اريتري مهتمة بالفن التشكيلي، بعدين دخلوا تحتها كمان في البداية الفوتوغرافي او فوتوغرافي، ان التصوير داخل كان تحتها. على كل حال، دي كانت البداية، عملوا السنة الاولى في لندن، السنة الثانية
في مصر، والسنة دي كانت في السويد الدورة الثالثة. في البداية كانت جائزة دبروم، والآن تحولت لكرنفال ألوان، حنتكلم عنه بعدين كمان. فأنا أبدأ أول شيء أشيد بالعمل ده يا جماعة الخير، ده شيء إحنا المفروض نشيد به وكلنا. العمل الإبداعي والعمل الفني مهم جدا جدا جدا، وأهميته ما تقل أبدا من جوانب الثانية. أنت إذا عندك سياسة عايز تروج لها، تقدر تروج لها من خلال الفن. عندك فكر معين، عندك شيء معين عايز تشيله، عايز تنتقده، عايز أنك أنت تحاول تنشر رسائل إيجابية للمجتمع، تقدر تستخدم الفن. فصراحة اهتمامهم بالمجال ده برافو، 10 من 10. ثاني حاجة جماعة الخير، أنا انصدم صراحة من كمية الإقبال اللي كانت جات في الكرنفال. أنا مع الأسف ما موجود في السويد، ودي واحدة من الأشياء اللي يعني حبكت الآن. أنا لما طلعت من السويد تعملوا الجائزة، يعني السنين دي كلها أنا قاعد هناك ما عملتوه، مشيت مصر بعدين تجي السويد بعد ما أنا ما طلعت منها وتعملوها. فدي صراحة يعني كذا غصة كذا في الحلق، يعني ليش يعني شوية أنا ما قدرت أحضر. لكن على كل حال من بعيد كنت أتابع الأشياء مع الشباب اللي كانوا منظمين، فصراحة يعني الحضور اللي كان جاء لأول مرة أنا أشوف في شيء زي كذا، أو شيء فني إريتري، خاصة نحن الجانب اللي هو المسلم والجانب متحدث اللغة العربية في إريتريا، أول مرة أشوف الحضور الكبير ده. وده يوريك أن الناس لسه فيها خير. الناس أنت لو بدأت تعمل معها، لو بدأت تسوق المشروع بطريقة ممتازة، هتقدر تجيب ناس، هتقدر الناس تجي، حتى ممكن تقدر تلاقي دعم من الناس، هتلاقي مؤازرة من الناس، الناس هتجي تحضر لك. ودي صراحة 10 من 10، ودي تعتبر واحدة من نجاحات الكرنفال. فصراحة أنا مر أحييهم جدا 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 إنهم قاموا بالمبادرة دي، وأنا عارف في عرقلات كبيرة جدا وفي مشاكل كبيرة جدا تواجهك، لكن إنهم هم واصلوا للسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، فده جهد صراحة يشكر عليه، وجد تقدير ترفع لهم القبعات. الآن خلونا نتكلم في شوية بعض الأشياء، يعني ممكن تكون إنه المرة الجاية يكون أحسن وأحسن وأحسن، بما إنه نحن كلنا ندي نقد بناء غير هادم. يعني نصائح أنا بالله أشوفها تساعد لمستقبلا والجاية، أو لأي واحد إنه هو يفكر يعمل عمل زي ده ممكن يستفيد منها. أول حاجة جماعة الخير، أنا صراحة شفت إنه تغيير الاسم من جائزة دبروم لكرنفال ألوان أنا ما أشوف صح، خاصة إنه الموضوع الكرنفال ده أنا شخصيا عندي معه حساسية. يعني كلكم عارفين القصة، موضوع الكرنفال ده يعني كده ما أعرف، يعني كده شيء عندي منه تشاؤم دائما. لكن على كل حال مش بعيد عن ده إنه أنت أصلا كان عندك اسم جائزة دبروم، كان المفروض تستغل الاسم ده، تعمل له بروموت، تروج فيه وتشتغل فيه وتعتمد الاسم ده بعيد عن الكرنفال، لأنه كلمة كرنفال يعني هي تدخل تحت أشياء كثيرة جدا. لكن لو كنت تركز في جائزة دبروم كمان ممكن تكون زي أوسكار، وأتمنى كمان في الأعوام الجاية إنهم يرجعوا أو يحاولوا مثلا يشوفوا طريقة إنه يرجعوها لنفس الاسم القديم اللي هو جائزة دبروم للإبداع الفني، كان تقدر تركز فيها وتشتغل. ده أول حاجة. ثاني حاجة، فكرة إنه أنت لازم تركز في شيء معين، يعني قاعد تعمل أنت جائزة دبروم للإبداع الفني، مهتم بالفن التشكيل وأشياء دي، ركز في الحاجة دي. يعني عمل كاتوجر حقك، عمل يعني المنتجة، أو كأي شركة كأي بيزنس لما أنت تيجي تعمل لازم تركز في برودكت معين هو نقطة قوتك، أنت تركز فيه، ده الفرانشايز حقك أنت تركز فيه. فأنت تركيزك هو فن التشكيل، الفوتوغرافي، أشياء عندها علاقة بالفن، بالرسم وبالصورة، سواء المرئية أو الصورة الثابتة، أنت المفروض تركز في الحاجة دي، ما توسع الحاجة دي. فأشوف أنا واحدة من السلبيات كانت أنك أنت وسعت شوية الموضوع، عملت كتاب، جبت الأشياء دي، ممتاز وكل حاجة، بس يعني حاول أنك أنت تركز في مجال معين. فأتمنى في السنين الجاية أنهم يركزوا في الفن، لدرجة أنه أنا الفائز بالرسمة الفائزة ما كنت أعرفها إلى قريب جدا، الثلاثة رسمات الفازوا الأول والثاني والثالث عرفتهم متأخر يعني. فتم تهميش، أحس تهميش للجانب الفني ده، وأنت ركز في أشياء تانية اللي هم كتاب وكذا، بعيد عن هدف الجائزة اللي أصلا تعملت عشانه. فإن شاء الله تحاولوا تركزوا في الحاجة دي كمان، إن شاء الله الأمور هتكون تمام. الحاجة الثالثة والمهمة أنا أشوفها في أي عمل، في أي عمل يتعامل نحن قارترين، سواء سياسي، فنيش، أيا كان، لازم يا حبيبي تعرف تجيب فلوس. لازم أنت تعرف من أي حاجة أنت تعملها، لازم أنا كيف أجيب فلوس من الحاجة دي. أنا يا أخي عايز قروش، لأنه من غير فلوس ما حتقدر تمشي لقدام، حتكون جامد في مكان معين. الفلوس دي تجي من الإريتريين، سواء أنك أنت حتى تلاقي فاند، تحاول تجيب دعم من المنظمات الأوروبية اللي تدعم أشياء زي دي، في أبواب كثيرة جدا، أنت بس كيف لازم تعرف كيف تطرق الباب الصح، تقدر
تجيب دعم وتكبر لقدام، لانه اي مشروع محتاج لدعم. احنا مشكلتنا سواء في السياسه سواء في كل شيء، هي مشكلتنا دائما ان احنا نتحرك باللي هو تعال يا اخي خد 10 خد 20 كده اصحاب تعال كده، وما ينفع. انت لازم اي مشروع تعمله يا تحاول تجيب منه فلوس، مش الفلوس عشان انه انت تغنى، لا الفلوس عشان المشروع ذاته، تمول المشروع ويطلع بصوره كويسه. لو محتاج واحد تجيبه من دوله ثانيه تدفع له تذاكر ما يكون عندك مشكله، لو محتاج تحجز قاعه ما يكون عندك مشكله، لو محتاج تجيب تصوير مصورين يصور لك بطريقه كويسه ما يكون عندك مشكله. فلازم نحن في كل مشروع نعمله لازم نفكر نجيب فلوس. وفي نفس الوقت كمان نحن كارثيين لما نشوف مشاريع زي دي، لو عندنا قدره لو عندنا مساهمات بسيطه او اي شيء نحاول ندعم المشاريع دي عشان تمشي لقدام، لانه من غير فلوس مستحيل تعمل اي حاجه. وبس دي بعض الاشياء السريعه اللي كنت حابب اتكلم فيها، وان شاء الله ان شاء الله يعني ما يكون النقد ده نقد هادم، وابدا انا ما هي فكرتي كده، فكره حقتي ان هي المشروع ده يتقدم ويمشي لقدام. وان شاء الله حاول اتواصل كمان مع المنظمين انا اذا في اي شيء انا اقدر اعمله او نصائح ثانيه بالتفصيل انا هتواصل معاهم، وان شاء الله كلنا نساعد بعض ونمشي لقدام. ومبروك للفائزين. الحدث الثاني اللي جاي اتكلم عنه هو الفاتح من سبتمبر اللي كان في مدينة فرانكفورت في ألمانيا. ده شيء إيجابي تاني هتكلم عنه، ما شاء الله يعني إيجابيات كثيرة هذه المرة، يعني إيجابيات كثيرة قاعدين نشوف صراحة. الحدث ده كان كل سنة يقام في مكان معين في كل الأماكن في العالم، الإريتريين يجمعوا يعملوا اللي هو احتفالية الفاتح من سبتمبر وانطلاق الثورة الإريترية والكفاح المسلح بقيادة القائد حامد إدريس عواتي. يوم كبير جدا، يوم مبجل، يوم عظيم جدا جدا جدا، بغض النظر عن 30 سنة اللي جات من 91 الى الان، لكن هو بسبب اليوم ده اريتريا عرفت كدولة، اريتريا عرفت اصبح لها سيادة، واصبح تعرف في المحافل الدولية في العالم ان هي دولة مستقلة واخذت استقلاليتها. فده يوم عظيم جدا المفروض احنا نحتف به العمر كله مدى العمر. وحامد ادريس عواتي الرمز، يعني المفروض ما يكون فيه شك، واي واحد عارف انه يتكلم في حامد ادريس عواتي يقول لك هذا كده، اعرف هو انسان باطل جدا، انسان ابدا ما هو في مع الحق، انسان يعني ما عرف توجهاته هي توجهات سامة، توجهات ابدا ما يعني ما ابدا ما اشوف انه شخص واحد طلع عشانك عشان يحرر بلد، رفع بندقية في وجه المستعمر وانت تنتقد الشخص ده او تسيء للشخص ده، دي ما اشوفه غير انه انت اشتكت للعبودية. فصراحة اي واحد يتكلم في حامد ادريس عواتي او اي انتقاد تشوفوه اعرف انه دائما القمم مستهدفة، والاحتفال بسبتمبر والاحتفاء بعواتي المفروض يكون مدى العمر ونوما نوقف الشدة. وشكرا لشباب اللي كانوا في ألمانيا اللي نظموا الحفل ده، والناس اللي حضرت يا جماعة الخير مرة تانية نتكلم انه شيء عظيم جدا جدا جدا، لأول مرة نشوف بالكميات دي يحضروا التري. وانا شفت ناس تحركوا من دول تانية، من بريطانيا، من السويد، من النرويج، من أماكن تانية عشان يحضروا الحفل ده وبكميات كبيرة جدا، وده شيء ممتاز جدا جدا المفروض نبني عليه لقدام لمشاريع تانية. الشباب جاهزين والحضور كمان اغلبه من الشباب، وده يديك يعني انطباع ايجابي جدا جدا المفروض نبني عليه في اشياءنا القادمه. دي كل حاجات مع كرفال الوان، مع الحفل السياسي، يعني تخيل اثنين حفلين مختلفين، ده سياسي وده فني، لكن الحضور لما تشوف والمساهمه لما تشوف والتفاعل الناس معه لما تشوف صراحه يوديك انه المجتمع فيه خير، المجتمع فيه خير، بس اديه بذره امل انه تعال ها قاعدين نعمل كده وحيتحرك معك. الشيء الواحد اللي عايز اقوله بس عايز انبه له، الاخ في واحد يعني في فيديوهات طلعت كده انه في واحد طلع في الستيج وقال كلام وكده، يا جماعه الخير انا عايز اعرف، انا عايز اقول بس انه اول شيء احنا لازم نقدس او ندي احترام هالمناسبات دي. حامد ادريس عواتي ويوم زي ده وهيبه زي ده المفروض ما تذكر في اشياء زي دي. اي واحد اي جهه ثانيه انت المفروض ما تجيب سيرتها في يوم زي ده، اليوم ده يكون لعواتي ويكون للاريتريين ويكون لاريتريا، ما تجيب فيه سيره اي واحد. والمفروض احنا ما نجيب سيره الناس في محافلنا وفي اجتماعاتنا اللي زي كده، نحن نشتغل، انت اجتهد اعمل اشتغل، الشخص اللي انت قاعد تقوله هو بنفسه حيخاف منك، حيحترمك، هو بنفسه يعني حيحسب لك الف حساب. لكن انك انت تطلع من اول عملت احتفال وتبتسب وتتكلم عن مين وتتكلم عن فلان، انت كده قاعد تدي قيمه يعني للشخص اللي ما عنده قيمه. فاتمنى الحاجات دي للسنين الجايه انه الناس ما تعمل الحاجه دي وما تتعاد، ونحترم عواتي ونحترم اهميه اليوم واهميه الحدث. بس على كل حال بشكل عام انا صراحه فخور جدا ومبسوط جدا بالشيء اللي شفته، واتمنى انه الناس تبني على الحاجه دي لقدام وتعمل مشاريع، وما يكون حدث واحد كل سنه، لا المفروض احنا نعمل ونعمل ونعمل، نجيب مشاريع سواء كانت مشاريع سياسيه،
سواء كانت مشاريع اجتماعية. ونحن كإريتريا مفروض ندعم كل المشاريع، لما نشوف مشروع كده ممتاز، مشروع كده طالع كويس ندعمهم. واحدة من الأشياء اللي عجبتني جدا وحبيت جدا جدا في 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 الفاتح من سبتمبر، اللي كانت ذكرى الفاتح من سبتمبر، هي حضور كرار عواتي. يعني صراحة لما تشوف كرار عواتي ويكرم، ده صراحة تكريم لعواتي. فشكرا مرة تانية، شكرا لكل الناس اللي ساهموا في ألوان في في الفاتح من سبتمبر، وفي كل مكان اللي قاعدين يحاول يعمل شيء من أجل المجتمع ده. صراحة صفقة كبيرة، ترفع لكم القبعات وألف تحية لكم. على كل الحال اكتبوا في التعليقات ايش رايكم، ايش انطباعاتكم، اكتبوا في التعليقات ايش عندكم في الكلام اللي قلته، اي تعليق اي اضافه اكتبوا في التعليقات. والى ان نلتقي في فيديو قادم، في امان الله.